مرحبا شباب، معاكم ميبي بلدز. وفيديو اليوم رح نحكي شوية عن كول اوف ديوتي، اللعبة الجديدة. بالكل بيعرف اكتيفيجن نزلت اللعبة الجديدة كول اوف ديوتي مودرن وورفور ب 25 اكتوبر، واللعبة انتشرت بشكل كتير كبير والكل كان متحمس يلعبها، ومنهم انا شخصيا. قبل ما بلش الحكي رح اعتذر عن الجيم بلاي اللي بالباك جراوند لانه بعدني نوب باللعبة، فاذا حابين تضيفوني ونلعب سوا اسمح يكون تحت بالديسكريبشن. تقريبا اللعبة كانت راضية أغلب اللاعبين، وخصوصي مع الدعم الكامل للعبة المشتركة المعروف باسم الكروس بلاتفورم، يعني فيك تلعب مع البي اس 4، رفقاتك اللي عندهم بي اس 4 ورفقاتك اللي عندهم بي اس 4 بيلعبوا معك، حتى البي سي كمان نفس الشيء. ولكن شوي شوي بلشت اللعبة تصير مملة وبتنرفز، لأن انتشرت ظاهرة مش غريبة عن اللعبة اسمها الكامبرز. تعريف سريع عن الكامبر، هو الشخص اللي بضل قاعد بالزاوية ومعه شوت جان، يعني بضرب واحد بيقتلك. والسبب الأساسي لهيدي الظاهرة هي الخرائط الكبيرة، ومنه مود اللي اسمه جراوند وور اللي هو فيه كتير لعيبة والخريطة كتير كبيرة، فبتضطر انك تكامبر بقلب محلات معينة يعني. فهذا الشيء اثر على باقي المود، صار بيعملوها بكل المودز تقريبا، والعالم يعني ضجرت من الموضوع. اكتيفيجن وصلت هالشكاوى لاكتيفيجن، فاكتيفيجن حابت انه دغري تظبط الوضع وعملت تحديث دغري، كان 26 جيجا على الاكس بوكس، ما بعرف قديش على باقي البلاتفورمز. وهالتحديث هو اول شيء كان نيرف للاسلحه، اهم الشوت جان 725 اللي هو اهم سلاح للكامبرز، والكليمور اللي هو سوري والكليمور اللي هو عملوا له شويه نيرف، وكمان الام 4. واهم شيء انه زادوا ماب جديده اسمها شوت اوت، وهي عباره عن 6 ضد 6 بخريطه صغيره وشبه ما فيك تكمبر فيها لانه الخريطه كتير صغيره وممكن تخلق باي مكان. وبهيك اكتيفيجن يعني خففت من قصه الكامبرز وشجعت العالم على اللعب السريع اللي عودنا عليه كول اوف ديوتي اساسا يعني. وكمان زادوا خريطه جديده للمود جراوند وور، بس ما رح نحكي عنها هيدي. خلينا نحكي شوي عن الماب الجديده وشو المزايا تبعيتها. الماب اسمها شوت هاوس 24/7 وفيها كذا مود، يعني الخريطة صغيرة وفيها شي اربع مودز اللي هن دومينيشنز، وهي عبارة عن ثلاث نقاط A B C تقريبا مثل جراوند وور بس على شكل صغير، يعني لازم تحتلهم لأطول وقت ممكن او توصل لعدد نقاط معين. والتيم داث ماتش اكيد كل بيعرف هذا المود، يعني المشهورة في كول اوف ديوتي. وفي كونفيرم كيل، هي تقريبا مثل التيم داث ماتش يعني، بس لما تقتل اللاعب بيعمل له شي مثل التاج لازم انت تاخده حتى تنحسب الكل، واذا اجى حدا من الفريق يلي ضدك واخده بتنعمل دينايل للكل وما بتنحسب. ورابع مود هو هيد كوارترز، يعني انا بحس كل هالمود بقلب الخريطه الجديده بتخلي الواحد يضل عم يلعب اللعبه باستمرار ومن دون ما يمل، لانه يعني في تنوع يعني. واكيد اذا بضيف قصه كذا خريطه على نفس شكل الشوت هاوس رح تصير احلى اكثر. بالاخير هذا كان رايكم بالكومنتات. باي. Almost 4 hours. We have a personal radar drone. Assist your team in trouble. Need backup on Charlie. Copy. Assist your team in trouble. You're needed at Alpha. Enemy near Main Street. UAV overhead. Losing Charlie. Well placed.